أعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك إحصائية لحوادث الحريق في المحافظة، وذلك عبر كلمة للإعلام تحدث خلالها المسؤول عن الإعلام في دائرة الدفاع المدني بدهوك المقدم بوار عبد العزيز في مؤتمر صحفي. سال 2022 ده هاتينا تومار كرنش لاي ريفابريا برافانيا باجير البارزجا دهوك 1775 ريدان. بلغ عدد الحوادث التي سجلت لدى مديرية الدفاع المدني في دهوك خلال العام الماضي 1775 حادثا. أما الحوادث التي طالت المنازل والأماكن السكنية التي خلفت أضرارا مادية كانت 683 حادثا. حوادث حرائق الغابات والحشائش كانت 1008 حادثا. أما حالات الفيضانات كانت 84 حالة. إجمالي الأضرار المادية لهذه الحوادث بلغت 4,581 مليون دينار عراقي. أما عدد الذين توفوا في هذه الحالات من الحرائق والغرق بلغت 31 حالة وفاة. حالات الإنقاذ من الحرائق وحالات الغرق والفيضانات استطاعت فرقنا إنقاذ 55 شخصا. أما حادث حريق النظام الغازي الذي حدث في العام الماضي تسبب بأضرار بلغت 395 مليون ووفاة 7 أشخاص وإصابة 37 شخصا. وقامت مديريتنا بزيارة 3040 موقعا من أجل الكشف والمتابعة. 40 جهة بشكني